عم صالح بقى التخصص ارقام يا جماعه، انت دخلت يا كابتن اسامه واخترت رقم 15. مظبوط. و15 كان لسه تقريبا كابتن مختار مختار بيعتزل حاجه زي كده، وتقريبا برضو لعب في نفس مركز حضرتك يعني حاف شمال. مظبوط. ايه القصه بقى مع الرقم ده؟ هو الرقم اول ما بنطلع ما كانش فيه الارقام اللي دلوقتي بيدوا الصغيرين ارقام حاجه و30، يعني تملي حاجه و30 ده يبقى ناشئ يعني. كان زمان لغايه 16 او 16 حتى رقم 16 يعني من واحد حارس المرمى لغايه تلاقي غالبا 9 و10 و7 و6 ما كانش فيه الارقام اللي هي حاجه و30 وحاجه فاللي ما كانش بيلعب اللعيب الثاني هو اللي بياخد نمرته مثلا بيبقى بياخد ما كانش كل واحد ليه نمره مخصصه. فانا لما طلعت ما كانش ليا نمره، كل طبعا اللعيبه الكبار كل واحد ليه نمره مخصصه بتاعته لما بيكون موجود لازم يبقى واخدها يعني. فانا مره العب بتسعه يعني في ماتش انا جابوه هنا دلوقتي حسام سبك؟ يا نهار اسود. لا حسام ما كانش طلع. طبعا كويس. لا 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 كويس ما كانش طلع. لا لا حسام ما طلعش. لا لا حسام طلع بعد كده 84. كم ماتش لعبت بتسعه؟ ساعات بثمانيه. جه بقى الكابتن مختار حصلت له الحادثه الكبيره بتاعت ركبته دي، اتصاب في ركبته وعمل عمليه وللاسف ما رجعش اضطر يعني يعتزل. اضطر يعتزل. ولذلك انا ما لعبتش معاه كتير، انا اتمرنت معاه كتير في السنه اللي هي 82 بس لعبت معاه ماتش واحد. بعد كده هو اتصاب في مباراه المقاولين وابتديت انا بقى يعني من سنه 83 بلعب بقى وابتديت فخلاص الرقم ده فيضيف فانا اخدته وتمسكت بيه وفضلت بقى بيه لغايه الاخر. حلو عليك. على فكره لغايه دلوقتي الرقم ده بالنسبه لي في حاجات كتيره بحبه يعني. والله زي ايه؟ لا بتفاؤل يعني بتفائل يعني برقم يعني ممكن لو في برنامج يعني لا ممكن اختار يعني 15 في ذهني على طول يعني. لو جالك مسابقه فيها ارقام أيوة اختار رقم 15 يعني مرتبط بيه لان قعدت فتره طويله لابسه. انا بس يعني النقطه بس انا كنت بتكلم فيها اللي هي ساعات اللعيب بيضحي عشان الكوره وكده. انا كنت من الناس الكويس في الدراسه وكان نفسي اخش كليه الطب بس جبت حوالي 2% اقل او 3% فدخلت كليه علوم. كنت جايب اصلا مجموع كام؟ لا ساعتها كان الطب مثلا ياخد 85 انا كنت جايب 82 الارقام دي زمان كان لا ما هو الكلام ده ما كانش فيه اللي هي ما فيش ال 100 اللي هو 99.1 لا وبعدين ده كان بيلعب كوره ده قصه ثانيه انه كمان بيلعب كوره ده ممكن تكون اول الجمهوريه مثلا جايب 92 و90 ما كانش فيه اللي هي الحاجات اللي هنسمعها دي 105% والكلام ده السنه دي خلاص ما بقاش فيه بس كان فيه سنوات كده ففرقت على حاجات بسيطة يعني. فدخلت كلية العلوم، كلية العلوم كلية عملية جدا ولازم تحضري لازم تحضري وطبعا التدريبات بقت كتيرة جدا والماتشات وكده والسفريات فقعدت سنة وسنة تانية ومن غير ما أقول لحد في البيت رحت محول كلية التجارة جامعة القاهرة. طبعا زعلوا في البيت بس خلاص بقى هما شافوا ان انا سكتي بقى ابتديت العب ده عشان النادي الاهلي ده عشان يعني كوره والنادي الاهلي وكملت بقى فساعات التضحيات طبعا كابتن ما انا بقول لك لعيب الكوره بس عشان الناس تعرف ان هو مش يعني لا في تضحيات كتيره جدا الناس ما بتكونش شايفاها تضحيات على مستوى التعليم تضحيات على مستوى وقتك مع اسرتك تضحيات على مستوى عمر يعني عمر الشباب ده من 18 ل 35 سنه ممكن لا قدر الله كمان تضحي وبعدين ما تاخدش تبقى اصابه يعني لا قدر الله طبعا يعني في زمايلنا اتصابوا اصابات يعني ممكن يكون ضحى بحاجات بس جت وهو صغير لسه برضه ولسه في اول السكه اصابات جامده بتخليه يقف تضحيات يعني. تبقى في حياه لعيب الكوره الناس اللي ما بتشوفوش يعني ممكن الناس كتير تشوف بس الصوره من الخارج لكن بيكون في تضحيات و بعد عن الاهل ومعسكرات كتيره جدا لا قدر الله بيكون في يعني انا يعني وانا في المانيا والدي توفى فالقصه بتبقى في حاجات جداً. بتبقى صعبه جدا الناس ساعات ما بتشوفش الجزء ده لكن موجود وموجود لغايه دلوقتي في تضحيات بتحصل من لعيبه الكوره فيعني مش عايزين نخش في الدراما دي لكن بس طبعا احنا ممكن نفصل بقى وانت تاخد لك بق شاي وكابتن اسامه برضو يشرب بق شاي واحنا نطلع لفاصل قصير جدا وبعد الفاصل البيت الكبير